waarom kunnen we mij niet echt verpasen? Hoe laat je hem presenteren? Hij bent er als jullie, hij doet een nieuwe kapitaalstand met zich. Kijk hier, daar is hem. Die bieden zit daar nog niet in. Die Fuxio. Fuxio Harka. Ah, Harka. Dus je Harka is hier, zit daar maar in. En dan meer rijdt hij hier, en dan zit hij hier. Die men, die gaat niet op de kutje doen, want die wil hij zelf in de boven. Die wil hier ook zitten. Donc elle est déjà baoulo, déjà au cas de la feuille de rotora. يجيبوش يجيبو ما يلقاوش شحال قلت لي كاين دي فامي عايشين هنا كاين 10 10 ما طولهمش كاين اللي ما سكنوش هنا جاو جاو راحو اللي يسكنو هنا قلاوهم صباح عليكم. خصنا هنا في 11 عنيدة مقريت، حي بالقصبة، القصبة السفلى، عندنا عام وربع شهور حنا نسناو في الركوب تاعنا. كاين عطاولكم ونحاولكم سكنة ولا كيفاش؟ لا ما عطاولناش قال ديراكتومون راكم مقسمين، كل واحد ولوكا تاعو، كل واحد ولوكا تاعو. ولوكا ديالك وشنو على راك نبقى مقصية؟ عندي انا انتراشو سبيسيال باسكو عندي انتيران بابي اللي كنبغي ندير دوموندي بيرمي دو كونستركسيون بعد ما بنيتش وبعدك بغوني نجري كيما قال مسعود قالت ان شاء الله كيما قال واحد ربي يسهلها لنا وكاين جيران بزاف كيما قلت كل واحد واش قلت كل واحد الوضع تاعو الملف تاعو كاين ملفات ما تودعوش في الدائرة كل واحد الملف تاعو شنو
صافي انا عام 14 شهور بحال راهي بحالتي هي انا كاع شتي مع ولادنا شحال عندك ولاد عندي زوج ما خممتوش تكري ولا نقدر جي با لي موان باش نطيب ومالغري تو نخدم ما نقدرش تاولي جارتي C'est catastrophique. Mais c'est carré là. Où m'a la belle homme, je suis normal. Donc, quand il y a 10 familles. Hein? 10 familles, à ça. À ça. À ça. Non, mais je suis allé voir direct. زيدي فوق السطح كاريتا زيد طلع فوق السطح ها هي ولانا في بلادنا في بلادنا هكذايا ها زولي ولانا ولا هادي هي بلادنا هكذايا زيدي شوف Et pourtant, il y a des familles qui habitent ici. Vous voulez des hommes qui ont oublié de faire un mot, qui ont un ami, qui ont. Je sais que c'est ma femme. Bien, je suis allé à la gare. Il y a des familles qui ont mouru. Vous souvenez de l'église, madame? جيت نطلع من البيت شوف يتصور عليك وين يقول لك انا نمدو في السكنة وين السكنة اللي نمدو فيها نمدو في البناء ما تبادي لي لهنا ها Thank you.
عليه سبب ما عندناش خويا روح ما عندناش الحق اجبنا ورقه ما عندكش حق اي مواطن عنده حق السكن لا ورقه هنا احنا عايش هنا انا 50 سنه هنا وما ديناش جاوا البارح داو البارح ما عندنا حتى ورقه اللي جاي من البلاد اللي جاي ما جاب عليهم الورق ودا الدراهم وما داو السكن وراه يا رب سعد راح من هاي مش هيدا مسكين ساكن وحده مينيت لا دي باس نخدم يعني دير ميت حسن ولا يورا كان جاي صحاب تونس خدوا اسمي من الاسلام قليل كل هذا ساكن وحده وشنو هي حكايته هذه حكايته كان مع فاميلتو جاو شاولو هنا دار عندها بزاف خلى واه لهنا وراه جاو ماركه وما ماركاوهش ماركه 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 ما طولوش On a tellement eu de problèmes que خلاص عينا ما وصلنا انا قعدت هنا 20 سنه جي غادي في pendant un temps vous êtes avec moi après comme les gens d'ici ils sont assez malins j'ai pas fait le compteur à l'ASME mais j'ai déposé comme quoi blé l'acte تاع ديسي تاع العجوزة وقعدت عندها شحال ايتو من بعد عاودت على طول من اميري قالوا لي كوم كوا بلي ما عندك والو باسكو لي سالوبار تاع هنايا اللي كانوا يسكنوا هنا عندي فيلا في بوزداع والفيلا ماشي تاعي تاع بابا جي ميم با 50 متر منها vous êtes avec moi alors j'ai déposé des certificats تاع خالتي من بابا attendez jusqu'à maintenant il y a rien du tout à savoir دوك يمدوا ما يمدوش هم هما يسون على لابري ياك Il n'y a personne qui mérite qu'il se met à la place de l'autre. Et c'est pas normal. Un allié, c'est pas normal. Être dans une pièce comme ça, terre à mecage, comme tu as dit, ça t'est exact. Il n'y a rien du tout. L'argent, j'en ai pas. Je travaille à l'UNSM les 5 heures. J'ai 1 100 000 même des mains d'épée. Vous êtes avec moi? Automatiquement, jusqu'à maintenant, il n'y a rien du tout. Ou dans le jam d'Elbin ou Kulcha Akelak, là, ou t'es à Kitsne, il est 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 à Kitsne, داو لا سينيفيكاسيون مع المير وجمعتو الخاس الكبار
اللي داو كاع البلاد ومازال يحوسوا عليها اي سي با نورمال راحوا بيناتهم يا دي جون كي ميريتي ميم با ديتغ ايماجين توا تحت هاد لو تروك تحت الى ميم با اشتي الى اشتي حتى جات الرحله وعطاه الدراهم لمرت البيجوتي باش سكن وراح ودا على ظهرنا يا دي بيرسون كونكوني ميم با داو على ظهرنا وحنا قعدنا هنا شكون عندك ساكنه هنا عندي 20 سنه وانا ساكنه هنا 20 سنه اللي جات البارح ما تكونش كاع هنا معليش 20 سنه انا جيت جون ما جيتش جي 50 طون ميتنا سي با نورمال 50 ans, j'ai 60 ans. Ou 60 ans, t'as même pas ton chien, c'est bien, t'es déjà malade. Mes parents, ils sont divorcés. Ma mère, elle s'est remariée. J'ai un cas social. Et alors? Manadouche, ça fait un amené. C'est pas évident. Manadouche, parce que je me dis que je suis malade. Oui, mais où, 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 parce que jusqu'à maintenant il n'y a rien du tout, voyez la signification, elle a ma mère, elle peut même pas venir me voir, elle est parce que je suis là. كاين ما عنده والو ولا يا اخي دا قاعد داو ايما انا دات الطلبات دات كانت حنا هنا الطلبه قاعد ماشي ساكن في البلاد عندو البارح جبت متيات ياك هكدا كاين بزاف ما عندهم حتى كارت انا ما نعايرش الناس بلي ميتياك معايا نولي على بغي دون سيت في مي اون بو با دوار لو تو هنا هو صباح الخير عليكم صباح الخير S'il vous plaît, deux s'il vous plaît, Charlotte. كنت عايش مع ماريا هاد الدار هادي عندها 1957 وعندي مام نيزاريتي عندي مام كوارك بلي هاد الدار هادي ب 54 حتى الان كل حاجه خالصه تريسيتي مواريد ما بلايا وانا كنت عايش مع ماريا ماريا توفات تقدير هاد الدار هادي عندها اكثر من 60 سنه راهي مخدومه شويه انت خدمتها ماشي مخدومه على
وكي جاو هذا تاع تاع الوكات تاع صابونه هنايا هادي جاو جاو ثلاثه صابونه هنايا وكل حاجه اللي يقولوا تي سي تي الماء الواي كل حاجه علاش ما طاولناش سؤال بقى مطروح علاه علاش شوف هذه كانت مفروض قاع كانت طايحه خدمتوها شويه خدمناها ماشي خدمناها درنا لها هذا الاخر وعاودناها كل ما تطيح وكذا نزيدو نعاودها ما كاينش اللي كيشعل في الباطيمات وشوفي هنايا كيفاش لي فيشور هذوك اللي عاودناهم جا روح يخليه لها مختار نعاودها والباب هذا كان عاودته انت اللي عاودت الباب ايه انا عاودته شوف هنا يا كيف يكون كلشينا كلشي حتى تحس لما كانت لك باغيه فاتت لما كيديرو شي حكاع يدخل هنايا الباب خاطر كاين شي هنايا هنا اطلع شوف تزيد صور كاين الناس عطا تعطي لهم دراهم من هذه مليار ما يبانش هنايا علاش وكان ضرب بالزنس لا ولا واحد ما يبانش قولها جاو يصوروا قولها بيجاو يجيبوا لهم قولها 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 جاو يديروا كاين واحدين والله ما طلعوا نهار اللي جاو يديروا كان هذيك تاع لوشونس تاع يشوفونا والله لا قالت لنا حطوا لتحت هبطنا ليها لتحت قالت لنا ما نطلعش هنايا لا لا قولي لها بلي البرانيين اللي داو لي ساكنين البرانيين هنايا قولي لها البرانيين شوف خويا من فهمي كانوا ساكنين قدامي لعام وعامين ما كانش عام ما كانش تعام اي من طالع ما يجوا هنايا ناس ما طالعوا داو هي اللي دارت لي شوك تاني حاكم لوطونسي والسكر على جالها ومن بعد في التالي دابا راحوا هما وقعدت هنايا هما كاع ماشي كاع منايا ماشي كاع ساكنين والله ما عندهم كاع لا بليبار ما على بالك لا بليبار كاع يروحوا لي زارشي في اللاميري يجبدوا الدواسر تاعهم هذوما وين ساكنين والله ما يلقاو واحد عنده كارت هنا ساكن هنا لا بليبار كاع الناس كانوا يعرفوا هذه المالية اللي كانت هنا ما انا مالي كان ساكنة هنايا كاع يعرفوها ما فيها والو يروحوا لي زارشي يجبدوا الوراق تاعهم لي زارشي فيك نورمال ولا تهم لهم والله العظيم لا ديت لهم كاع تاع ماني لا ديت لهم بيتا لا ولا بالي ما عرفش انا نعرف ديزايرتي من 1954 وحنا لا يروحوا لي زارشي يجيبوا لهم لي زارشي يشوفوا الناس هادو شكون هادو اللي كانوا عايشين هنايا ولا في لا ميري هنايا لا ميري هنايا هذا ما كانش اللي عنده حق قالوا لي عندك سكنه قالوا لي قالنا عندك سكنه من بعد كيما لقاوش واش يقول لك ورا جبت لها لي تاع باب الواد جبت لها لي تاع باب الواد تاع لا فامي تاعو تاع امه وباباه عنده ثمانيه خاوتو بلا واحد اللي ما تاوش دخلوا شي باباه انا وشي شا دخلوا قلنا لهم كل حاجه تاع باباه تاع باباه عطيت له كاع الدوسي ومن بعد زادوا شا قالوا لي عندك انت سكنه في اسمك انا اسمي وحده وهو اسمه وحده عطاوني صابوا سكنه تاع امراه باسم تاع راجلي باسم تاع ام عمري هذه المراه شحال عطاو لها ماديا عندها 75 سنه ويسموها ام عمري اوكي كاع ما عندها شيء علاقه بي انا اسمي وحده واسمه وحده هذه كيفاش تقول لي مش حضره ما عندهمش حاجه واحده اخرى القواعد هي انا الدوسي تاعي دفعنا نهار الاول وبالجمعه جاني هذاك كيف يقولوا الجوامع تاع المير هنايا قال هذا عطيني الدوسي تاعك وقت الجمعه وقت الجمعه جاني راح لهذيك الدائره تاع باب الواد تخبى فيها ثما وقالوا جيب لي الدوسي تاعك تاع باب الواد باش نكمل لك الدوسي تاعك اداهلو هذا دارو كل حاجه قالوا هاك باش نبدل ما تاع من ثم قالوا لي بلي دارك انتيا اداتها عائله عندهم اولاد كانت كنتي مسكنه عائله عندك معاها اولاد انا ما عنديش الاولاد بصح ديال العائله كومكوم بحال هي رحلوها لقداش عندها الاولاد انا ما عنديش ويا ما كاش منها انا ما سكنت معايا حتى واحد من هذا يتجاوب لي قالوا لي صابوا لينا صابوا لي غير انا ويا نقول لهم غير ساكنه غير انا ويا ما عنديش اولاد يديروا الاخر ديروا الاخر تالي كانت يعني صرا تلاعب الدوسي بالعاني تاعي خباو هذاك اليوم وجا
الجامعة كيما صابوا عندي حتى حاجة داو هذاك الدوسي باعوها لهذه العائلة اللي تعطاو لهم السكنة ما كانش حلو في الحاجة شوفوا بيهار شي تسكنة عندنا هنايا فهمتي ما عندنا حتى حاجة ما عندي شوف الدولة هذه ما عطات لي دراهم ما عطات لي ما تسلي ما والو فهمتي وشوفوا يديروا لوكال كل ما عندوش ولادي قتلوه انا كنت دايره دوسي باش نجيب ذري طبيب يعني حرموني منه على جالو فات راحت الدار ما كاش الدار قال الحق 50 سنه ما يعيش وحياتك وين تروحي هي قلت لك دوكا اللي ما عندوش ولاد ما يعيش وحياتك راحي روحي هذا ما كنت نستنى كل عام نستنى مدي متخرج وانا متزوجه هو ما جابش ولاد مع المراه الاولى قلت انا نجي معليش ذري انا نربيه قاعده نستنى استنى غير ما يعطوني دار فت على حموني منو مش نقول حسبي الله ونعم الوكيل والله ما تدينيش وجعك لا لا مش هي اللي هيش بدي والله غريبه ايه في الهواء تبي تمشي في الهواء خلاص يا دخل الناس كيفاش عايشه شباب ما كانش الضغط ماشي خرطت ولا واشنا نقول كاع كده شويه الجزائر الخضراء الجزائر الكحلة يعني مش الجزائر الخضراء مش منها الخضراء أنا فوق الخضراء قاع أدري تحكي لهم الصعب مادام أنا دايرة دوسي في البلدية تاعي بصح ما كان والو وبعد الله غالب والديا ماتوا حاوزوني خاوتي ما كانش وين نروح خاوتي كل واحد لا تيبروحوا اللي شريت لهنا ما كان والو ما عطاونيش شريتها بدراهمي خدمت وشريتها قال لك ما عندكش فلوس وتعطي سيتي وين نروح بلادي وين نروح ما عنديش وين نروح بلادي كون عندي وين نروح بالك دايره دوسي 2003 سوسيال ما كان والو صحروني ما على باليش واش كاين قلت خلي نشري على جال ولادي باش ما يباتوليش برا هذا يا مسكين كان سيزيام وخسر لي السيزيام الكبير راهو هامل مسكينه حكموا له 6 سنين حبس وين حال نروح وين حال نروح ما عنديش وين نروح عندي طفله هما على بالهم قلت لها عندهم واش راح ندير ما عنديش وين نروح والديا ما عنديش ماتوا وما حال نروح ما عنديش وين نروح انا بلادي هذه لا ماشي بلادي يديروا لي كاش بلاصه نروح لا خالد هاني عايشه هنا مع ولادي لا قال قلت كاش ناطح عليا ما عنديش صحاب ولادي ما بيتهمش برا هنايا ما بيتهمش في بلادهم بيتهم برا هما يحبوا يشردونا بولادنا وبعد كي يلقوك برا يقول لك علاه عطونا نسكنوا مع ولادنا انا دوك نخلص من 2 ملايين كرا عند بريفي وانا خدامه ب 1800 وين حنخلص انا ب 2 ملايين ما عنديش ناكل ولا نخلص الكرا ولا واش ندير انا يما نشلح كاع عليهم هكا هكذا وراني بالسيف يا ربي ما عنديش مدام والله ما عندي الله اللي جابونا راهم تحت القبر عندنا ربي سبحانه عندنا فوق هكذا ما عندنا حتى حاجه أني نخدم سبيطة على بالو أني نخدم الليل هذا ونضب صليت وعيطول ما عنديش وين نروح ما عنديش يا رحم بابك تديري الدوسي يخبروه لك قاع وبعد كي جيت تقولي كاش نلقى تشخنا برك مهم على جال ولادك وين جاو البارح الداب وين جاو البارح كاين اللي جاو البارح والداب
وحنا هي اللي كما قالها واحد اللي ما عندوش كاع. يعني اي انسان عنده حق في الشارع. ما عندوش كاع ما عندوش وين حين يروح؟ انا لا ديال ما نقدرش ندير لا ديال، ما عنديش لاباي مليحه، ما عنديش لاباي تاعي مين بو نقدر نعيش معاه معليش، بصح باش ندير لا ديال ما عنديش. ألفي ما عنديش، انا نقص ولادي برك. انا هذه باش شريتها، انا باش شريتها حتى كرهت حياتي باش ما نباتش برا على جال ولادي. قعدت بالجاع باش بشريتها. نقعد ديفوا اقسم بالله العظيم غير ديفوا باش ما نتعشاش برك على جال ولادي. يا حماك 18 مليون شحال دير لك؟ شحال دير لك؟ ودايره السوسيال تاعي راني نقول لك دومي القروه. ما كان والو. رحت جريت عييت. الله غالب انا خويا ماشي غدوة يخدمني بولادي هو ثاني عنده ولادو شحال يقعد يرفدك خوك شحال على والو تدابزي معاهم على والو خويا رفدت روحي انا عايشه مع ولادي راني في هذه قلت لهم يا طيح يا نموت يا نعيش واحده منهم هم على بالهم والاخر تاعي من نهار اللي رحلوا على بالهم عام ونص ما قالش جينا من افريقيا ولا مكش بلاد ولا رانا في بلادنا يرحم والديك رانا في بلادنا وماناش عايشين مليح والو ماناش عايشين مليح معليش مسكنو كلش مسكنو كلش رانا نهضر صح كاع السكنه قبر الدنيا ماشي قبر تاع الاخره تاع قبر تاع الاخره يضرب شكون يسكنو يضرب شكون يحي يديه هاني ها هذه هي انا هذه باش ما نروحش برا مع ولادي انا هذه باش ما نتزنقش مع ولادي انا باش يسافروا لي ولادي برا يسافر هنا طيح عليا يموت واحد منا ولا نموتوا كاع اسطورين دائما الله هذا ما كان يقولوا مات كما يقولوا الاخرين كما ماتوا الاخرين بلادنا ما عندناش الحق ما عندناش وين نروحوا انا قلت لهم ديروا لي بلاصه في كاش بلاد نروح باسكو لا اله الا الله محمد رسول الله عسكره تاع بلادنا مكاش في البلديه محقوره في الولايه محقوره في الدائره محقوره وين راح نروح وين راح نروح وين راح نروح بهذه العقليه تاع بيه ما عندناش لا غالي قارنا كاع سوا ولا لهنا واحد ما عنده اللي راه فيه الخير باش جابوا لنا انا قلت لك شري كرهت حياتي باش شريتها ولا قلت لك ما عندكش الفلوس تاع تنسي هذا ما عندي لا ديال ما عندي قلت لك حاجه باش نقول لي روحي باش تشري حاجه دي مودات دي مودات راه سكتي ما سمح باش يديروا هنا دي مودات باش يديروا سكتي ما سمح دوم داو لي تريسيتي كي شريتها قال لك تشيبا انا ما عنديش تشيبا انا ما خلصت تشيبا انا باش ندي سكنه بالتشيبا في بلادي ما نديهاش نقعد هكا وما نديش بحاجه في التشيبا لا اله الا محمد رسول الله حنا ما خلقناش بالرشوه ما خلقناش انا نموت هكا زواليه نموت هكا لا اله الا محمد رسول الله راهم الناس تموت خلي القصور حنا قبر الدنيا ما عطاوهناش قبر الدنيا ما عطاوهناش علاه ماناش في بلادنا انا كرهت لهم الله دارو واش قالوا لي ماشي بلديه تاع ماشي بلديه بصح تاع ارجي تاعي زاير تاعي بلادي ماشي بلادي انا جايه من برج البحر ولا جايه من فردلك صح بلادي انا جايه من طيوان بلادي هذه هي هذه هي الحكاية أنا بنتها راني شردة عند الناس على جال طفلة صغيرة بيبية ماشي كبيرة بيبية ولا والي لا دلال أنا نقول لك الطفل الكبير عندي راح لي بست سنين ستة وين راح يعيش؟ ما خرج لي غير كيما يا أخي شفته غير كيما موش يجي أو خدام أي مليح يا أخي ست سنين راح لي وين راح يعيش معايا وين؟ 27 سنة وين راح يعيش؟ هو يلقى يحرق في البلاد هذه بس ما عطات لنا والو يروح على باطلها ويبلك بالحبس حنا رانا عايشين حيوانات خير منا الرشوة راهي دايرة حالة دار داو الناس ديور لهنا بدراهم شراوهم بدراهم حنا رانا هنا نسافريو انا ماني جاية من طيوان جاية في بلادي انا يعطوني حق ولادي كاع الناس اللي راهم هنا زواولة كاع شوفي برا كيف رانا عايشين راه تدخلي لهنا يا حاشاك الحلوب ما يعيش لهنا والله راه عندك لا طاح حتى للسطح مشات للسطح والله رانا عايشين اوبي بري باك ورا حقنا ورا حق الارمله ورا حق المطلق ورا حق ما عندناش لا ما خدمتيش ما تاكليش ما كاش
ما كان الناس بداو 2008 2009 انا كي رحت درت على الدوسي تاعي لقيت ما كاشو ما كاشو ما كاشو حاولي 2005 شوفي وكيما لقيت شوين ما كاش وين ما كاش وين ما عندك وين لازم ديري حال تقعدي هكا مع ولادك برا لازم تقعدي مع ولادك من فاميليا فاميليا ما كاش منها اللي يرفدك مع ولادك وين تروح تحاوز ها خوك ولدي ماك وباباك ما يرفدكش مع ولادك امبوسيبل يرفدك مع ولادك انت يبارك على راسه والعين مي ولادك ما كاش يقدر يعيش ولادو مي ولادك انت ما يقدرش هذه هي الدنيا انا نعاني والله خالد انا المير اللي يجي ياكل بن عمي بن خالي ولي ما كان والو ما عنده والو راهو يسوفري حنا هذه بن عمي عينا منها كيشك بلديه كاع ارجي صوت كاع بلديته وحقا يحسبوا المياه ويحسبوا لاضيره حسبوه باسكو علاه انا ما عنديش ذنب انا عندي درت اجبد لي دير لي روكات اللي قد عندي ما تعطينيش انتوما تزيدوا لي عندهم تعطوا لهم ولي ما عندهمش تمام برا انا كنت شرد مع ولادي برا بالقيطو تقولي شردي ولادك وروحي نو نقعد اعطيني حقي ما نروح اعطيني حقي ما نقعد برا هذا هي حق تاسوسيا ما عندناش ما كاش في اي حاجه ما كاش هايدي مبروك كي شريتها بدراهم راهني سكنت قالك ما عندك حتى عسه سما مانيش تديري انا جاي من بعد باش منين جيت لو كان تروحي تل ابيب يسكنوك ايه كون رحت تل ابيب كون رحت سوريا لو كان روح يا خويا نعيش هما يجون هنا يعيشوا في بلادنا انا ثاني نروح منا نعيش بلادي ما عشت فيها نروح منا نروح انا ولادي نفد روحي حراقه ونروح خليها علاه رانا عايشين علاش انا عايشه كان والو ما تفتحش بزاف المنظيره كي يطيح لاخر شوف هاكي رانا عايش في القهوه قولك عايشه في 2020 مازال نسافروا في بلادنا هكذا كان واحد هكذا كبير يقدر يطلع في الدرجات انا شايف تي هادي جا هكذا يا وما كاينش قادر تمشي واحد مريض مسكين كيفاش شتيناس كيشا معيشين ممنوع شوفي